thank you خير واهلا بيكم لقاء جديد من باب الخلق الحقيقه اللقاء النهارده انا كنت مستنيه من من سنين طويله مع يعني صديق عزيز وانسان عايش عشان يمتعنا بحاجات حلوه كتير مش عايز اقدم واقول كلام كتير غير ان انا مع عبد العزيز مخيون اخيرا اهلا استاذ عبد العزيز اهلا محمود شرفتنا ونورتنا وانا يعني اعذرني يمكن اكون مقصر شويه لان انا مش موجود في القاهره مش شويه انت <applause> مقصر كتير <applause> وانت دعيتني وانا لازم اكون حريص على احنا النهات. بعتنا جبناه من ابو حمص ابو حمص دي جوه ده منهور قال لي انا قاعد هناك مش ها مش هقدر اجي قلت له لا <applause> احنا بعتك عربيه تجيبك ونعمل لك كل اللي انت عايزه خاصة <applause> اليومين دول هو فرحان زي ما احنا كلنا نفرح لعبد العزيز لانه هو فنان جميل متكرم في مهرجان كرتاج وده تكريم كبير لفنان عربي كبير. لان احنا آه. ابناء جيل واحد ومسيره واحده وانت عارف ربنا يديك يعني الصحه. آه. يعني لما الناس يعني يسمعوني وانا بقول احنا مدرسه واحده هيستغربوا ما يعرفوش ان انا كنت على طول في اليوسف. صحفي هو يعني آه. سابقني في الصحافه وعلى فكره كان بيدرس في باريس وكان بيشتغل صحفي في باريس. مظبوط. وعمل حوارات مع شخصيات كبيره. <applause> مظبوط. يعني مظبوط عملت مع مين يعني مع طبعا لويس عوض لانه كان قريب ليا يعني شوف يعمل حوار مع لويس عوض الواحد يخاف يقعد جنبه <applause> ومع حسن فتحي نجيب سرور المعماري ومع نجيب سرور قبل ما اسافر عملت معاه حوار مم. وبعد كده بقى مقالات كتير في النقد مم. المسرحي مم. انت آه المشوار بتاعك فيه مش مطبات لكن فيه وقفات وفيه سكون وفي صحوة وفي حاجات مدربكه بالنسبه للمشاهد بتاعك انت ممثل محدش يقدر يعني لا يشق لك غبار لكن قليل قوي لما بتنزل تشتغل لكن ايه قليل لما بتنزل بترفض آه. كتير رغم ان كل اصحابك كبار نصحوك اشتغل يا عبد العزيز اشتغل يا عبد العزيز كان عندي مقاييس ومثاليات نتيجه لكثره القراءه لان انا قارئ من البدايه يعني من الثانوي فتكونت بداخلي المثاليات عن العمليه الفنيه فكانت بتخليني ارفض فرفضت يعني اعمال كثيره جدا وانا يعني اذا كنت هتسالوني الندم ففعلا انا نادم ان انا رفضتها انا و... ما سالناش انت اللي جاوبت اه يعني لو. لا بيقولوا دايما <applause> في الصحافه <applause> انت نادم على ايه ففعلا انا نادم على ده يعني كنت احب ان انا ما زي اعمال ايه مثلا أعمال منها. يعني مثلا مسلسل عائلة ده مم. أنا اعتذرت حامد وحيد طبعا اه وكان غلط آه يعني هي تجربة طويلة مع وحيد حامد طبعا طبعا فأنا بنقصها ب لما اعتذرت عن مسلسل اعتذرت ليه العائلة لأسباب كده كانت جوايا يعني ما كنت حاسس إن أنا مش هقدم حاجة في الدور ده مم. ما كنتش يعني مقتنع بيه وكان يعني اقتناع يعني راي مش في محله في الوقت ده ما كانش مم. راي صائب وغيره حتى مثلا في العمل التجاري الاحترافي لما ممثل يجي له اعلان بعد نجاح مسلسل له مم. بمناسبة المسلسل ده برضو اللي هو ناجح ده كان كتابة وحيد حامد اسمه سفر الأحلام أيوة. أجي رافض الإعلان ده مبلغ كبير في الوقت ده بكل شجاعة أجي رافض طبعا يعني بعد كده راجعت اموري لقيت ان ده كان غلط ان انا مم. دخلت الاحتراف يبقى لازم اشتغل بمقاييس الاحتراف مم. وانا في مجال الاحتراف رهنت على حاجتين وطلعوا رهان خاسر رهنت على الثقافه وعلى الموهبه وده كان رهان خاسر في الوسط بتاعنا ده امال الرهان يبقى ازاي؟ يعني يبقى في اهتمام بالثقافه اي نعم بس في امور تانيه كان لازم ادركها على الممثل المحترف انه هو يسلكها في <applause> امور علاقات عامه في ازاي تروج لنفسك ازاي تختار ادوارك لازم يكون معاك حد يساعدك ويعرفك انت ترفض ده ولا تقبله <applause> و... و... وانا كان مفروض اللي زيي يكون معايا مدير اعمال او ديلر زي ما بيقولوا وانت يا عبد العزيز كان صحابك كل صحفيين مصر الكبار كانوا اصدقائك ما كنتش بتستشيرهم كنت بستشيرهم يعني مثلا أه الله يرحمه عصام بصيله قال لي يا اخي عصام بصيله ايوه أه الله يرحمه أه احنا في اخبار اليوم طبعا صحفي كبير قال لي أه يعني أه يا اخي هات لك ولد كده يساعدك وهات له تليفون يعمل لك اتصالاتك ما تسيبش نفسك كده وسعاد حسن الله يرحمه قالت لي يا ابني آه في نصيحه قالت لك سعاد انت هلت ما قالت لك ايه سعاد قالت لك انت كده بتضر نفسك لان انت ما انتش عارف اللغه بتاعت الناس دول اللي هم بتوع الانتاج هات لك حد يدير لك اعمالك انت موهوب موهوب قالت لك ايه وانتوا بتعملوا الجوع مثلا ولا كنا بنعمل الجوع آه وبعدين آه كنا كل كام يوم كده نشوف نتيجه التصوير في صاله صغيره كده اه تعرضوا المشاهد اللي صورتوها اه كانوا بيسموها رشز. آه. فشافتني بتناقش مع طول الانتاج فسمعت الحوار فحبت تنصحني يعني كانت حريصه عليا هي الله يرحمها قالت لي لا لا كده ما ينفعش لازم تشوف لك حد يدير لك اعمالك لان انت مش عارف تتكلم مع الناس دي فانا ما كنتش عارف اترسم مم. بالبلدي بقى يعني كان المفروض الواحد يعرف يعني يرسم نفسه عشان ياخد حقه انا لسه شايف زميل لينا كان بيقول في حوار له أه لازم تتعالى احيانا لان التعالي مطلوب في الموقف ده انا ما بكوش بعمل كده على راي امل دنقل اللي كان قريب ليا وكان صديق طبعا 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 قال لي يا ابني امل دنقل الشاعر اللي انتوا كلكم عارفينه آه. شاعر كبير وكان قريب جدا من عبد العزيز جدا وانا كنت القي اشعاره اه حتى اخر عمل له آه لا تصالح انا مسجلها بصوتي موجوده الناس بتسمعها لسة, لسه حافظ حاجات يا عبد العزيز ولا نسيتهم لا تصالح وفي بكائيه ليليه و... لسه حافظ منهم المقد... حاجات ولا حافظ مقدمات يعني طب قول حاجه كده بالطريقه اللي كنت بتقولها في المعهد الفرنسي للامل وكده في المراكز الثقافيه لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى ذكريات الطفوله بين اخيك وبينك حسكما فجاه بالرجوله هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه الصمت مبتسمين لتانيب امكما وكانكما ما تزالان طفلين تلك الطمانينه الابديه بينكما ان سيفان سيفك صوتان صوتك انك ان مت للبيت رب وللطفل اب لا تصالح على الدم حتى بدم لا تصالح ولو قيل راس براس اكل الرؤوس سواء اقلب الغريب كقلب اخيك عيناه عين اخيك هل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها اثكلك سيقولون جئناك كي تحقن الدم لا تصالح ولو منحوك الذهب أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى هي أشياء لا تشترى رحم الله أمل دونكم أمل بقى قال لي إيه قال لي كلمة ما زالت ترن في أذني قال لي أنت ريشة في مهب الريح وفعلاً انا هنا في القاهره انا نشأتي في الريف و... هو من ابو حمص وبقى له 10 سنين عايش رجع تاني يعيش في و... واثرت فيا نشأتي دي في الريف وفي تكويني وكده فجيت هنا منطلق يعني ابحث عن اهوائي ازاي و... جيت؟ انت اولا كنت جدك كان شيخ كبير كان عندك قصر كبير ببيت كبير في البلد ايوه جد شيخ عرب كبير من قبيله آه اسمها قبيله الجماعات مم. و وبيت بيتكم كان فيه يعني بيت كبير وفي مكتبه و... و... وفي و... ناس بتيجي وبعد وبتاع... كده عم ليا اسمه عبد العزيز بيه مخيون أنا أيوة. مسمى على اسمه مم. كان عضو مجلس نواب مم. وكان عندنا مكتبه كبيره في البيت مم. فانا وما أنت زي ما طلعت شيخ يعني في الازهر او في الحاجات دي دايما كان البيوت دي بتطلع كده او محامي او بدا هم كانوا عايزين اطلع محامي او ضابط شرطه او آه. حاجه زي كده يعني وانا فلت مم. حبيت التمثيل لوحدك كده حبيت التمثيل من صغري وحبيت الفن من صغري لان كنت اشوف والدي يقتني آلاف موسيقيه و... ويسمع عبد الوهاب كان يعزف على حاجه كان بيعزف على الفلوت الله واحيانا يعزف على اله اسمها الهارمونيكا مم. مم. طبعا جميله وبعدين جاب لنا كلارنت مم. لانه كان غاوي الموسيقات العسكريه مم. لانه كان بيروح كليه الشرطه عند اخوه مم. فكان يركب خيل هناك وبتاع فكان شاف الموسيقات العسكريه فجاب كلارنت فانا نشات في الجو ده آه. فما كانش في اعتراض انك تشتغل ممثل لا كان في اعتراض كان في اعتراض اه ما كانوش عايزيني احترف التمثيل امال ازاي جيت القاهره بقى سبت ابو حمص وجيت القاهره؟ لما مثلت في الابتدائي اه ومثلت في الاعدادي آه. ومثلت في المرحلة الثانوية. آه ف... وكنت عايز أدرس الآلة دي الكمانجا. الكمانجة احنا جبنا لك مخصوص. اه لأن آه يعني اتعلمت القواعد الأساسية الأولية بتاعتها وأنا في المدرسة. ف ما كانش يسمح إن أنا أدخل الكونسرفاتوار المرحلة العليا. فاتجهت إلى دراسة التمثيل. فا يعني اعترضوا كتير و... وجبت لهم ناس تقنعهم وبعدين يعني اقتنعوا في الاخر اقتنعوا في الاخر مم. ودخلت القصه الشهيره مع التمثيل ومعهد السينما و... <applause> دخلت بلا وسطة بمجهودي في وقت كان فيه وسايط يعني بمجهودي وشكوى قدمتها للوزير بمجهودك في معهد السينما اه يعني دخلت قدمت في معهد السينما اتقبلت لوحدك آه. كده احكي <مترجوح> <مترجوح> لنا حكايه ابو خليل ليش الدماغ دي بتاعت فوزي فهمي عشان يمكن يكون بيسمعنا الوقت الدكتور أنا... فوزي فهمي ليه كل الاحترام يعني انا جاي من القطر عمال ادور على معهد الفنون المسرحيه ما انا عارف هو فين مم. فضلت ادور عليه نص يوم في نهايه يوم العمل يعني حوالي زي الساعه 2 كده لقيت بوسطجي في الزمالك فبوسطجي طبعا عارف يعني كل حاجه عارف العناوين فقال لي تعالى تعالى المعهد ده هنا حطيني قدام الفيلا اللي فيها المعهد في الزمالك على النيل ومعاك أنا... اوراقك وحاجتك اوراق وأم... أورا... قريب أورا... لعمار أورا... فدخلت فالمسجل شافني معفر مجفر من من القطر قال لي خلاص قفلنا ما فيش فانا لا استسلم بصيت كده على يافطه لقيت يافطه العميد فدخلت مم. لقيت واحد قاعد فقال لي تمنين قلت له من ضمنهور فقال لي انت مثلت في الثانوي وفي الاعدادي قلت ايوه قال لي مثلت ايه قلت له مثلت كذا كذا مسرحيه كذا لمؤلف انجليزي فطبعا هو استاذ ادب مسرح فعارف فقال لي طب روح قول له بقول لك الاستاذ ابو خليل خد الورق هو مش ابو خليل لا ابو خليل كان وكيل المعهد والعميد كان غايب لكن هو فوزي فهمي اه انتحل شخصيه ابو خليل ايوه ففضلت فتره طويله في المعهد اشوفه فاكره ان هو اسمه ابو خليل ولكن هو اتضح ان هو الاستاذ فوزي فهمي كان معيد يمين فالراجل آه امتثل للامر بيقول خلاص ابو خليل قال قال هات فقدمت آه يعني لو واحد غيري ما دخلش المكتب كان مشي, آه مشي آه من حيث اتى وراحت عليه الفرصة آه, آه, اه دخلت ده مع ده معهد ايه بقى السينما ده؟ دمعت ده, المسرح في فنون آه مسرحيه آه تقدمت لمعهد فنون مسرحيه بالقطع اللي كانت مطلوبه قطعه او مشهد يعني بالعربيه الفصحى ومشهد بالعاميه ونجحت فاكتشفت ان هم حاطيني احتياط انا وثمانيه يعني مش هندخل يعني يمكن ندخل يمكن ما ندخلش فرحت مبنى وزاره الارشاد كان ياما وزاره الثقافه والارشاد القومي في التلفزيون وطبعا دخلت بصعوبه الى ان لقيت نفسي قريب لمكتب الوزير، والله على الحيطه كتبت شكوى واستخدمت فيها الشعارات اللي كانت تستخدم في هذا العهد التكافؤ الفرص والكفايه والعدل و وان انا مش لوحدي معايا ثمانيه ودخلت مكتب لقيت شخصيه مهمه محمد امين حماد. طبعا. دخلت مكتبه كده على طول؟ اه قاعد على المكتب كده وجنبي ديكتافون كان كنت اسمع الوزير يكلمه. مم فالراجل تعامل معايا كده برفق وخد مني الشكوى وقال لي طب يا ابني احنا هننظر فيها فانا اهتميت بمعهد السينما وركزت عليه وامتحنت ونجحت في معد السينما بلا واسطه ودخلت معهد السينما فعلا لمده شهر وكنت قاعد فين بقى في القاهره كنت مقيم فين بقى اجرت كنت بقى مقيم في وبعد كده اقمت ببيت عمي في مصر الجديده كويس عمك احتضنك يعني عمي احتضنني احد احد اعمامك يعني. يعني. اه مم. و... وعمي ده بالمناسبه كان ليه ابن الله يرحمه اللي هو بوب المصور يعرفوه السينمائيين كلهم كان مم. مصور مم. سينمائي ده ساعدني في اقناع والدي ان انا ادخل معهد الفنون المسرحيه لانه كان خريج معهد السينما كويس فانا كنت عند عمي ده وبدات اتردد بعد معهد السينما واستفدت جدا من معهد السينما في في المده الاولانيه دي بالذات محاضرات احمد بدرخان طبعا طبعا ابن علي ابو علي أبو بدرخان علي. ولقيت علي طبعا بدايه صداقتي باب علي دفعه أبو عزيز اه بدايه صداقتي باب علي من الدفعه دي ومحمود الجندي الله يرحمه وكل بقى المخرجين الجيل الجيل يعني خير بشاره داوود عبد السيد كريم ضياء الدين كل دول كانوا معايا آه كانوا مم. معايا بس حد قال لي ان انت قبلت بمعهد المسرح. فرحت اتاكدت فعلا ان انا قبلت لان الشكوى استجيب لها. اه ده فعلا نظروا فيها. ايوه قالوا له اقبلهم طالما ناجحين اقبلهم. فاتاكدت ان انا مقبول رحت سحبت ورقي من معهد السينما مم. والتحقت بمعهد الفنون المسرحيه. وبدا المشوار بقى. معهد عاد في المسرحية وانطلق عبد العزيز مخيون انطلق ولا عمل ايه يا عبد العزيز مخيون والله اني نقدر انطلق لاني كنت متعطش للادب والفن فعلى طول على الاوبرا احكي لي وع... حكايه الاوبرا دي حكايه مهمه اه هقول ازاي طالب معهد في المسرحيه يخش الاوبرا مجانا الاول هقول لك الاول جنب الاوبرا كان في كشك متخصص في بيع كتب السينما والمسرح وصور الازبكيه أه. فكنا على طول بناخد الكتب من هناك من الكشك ده او من الصور الاوبرا بقى السبب كنت انا دايما اسمع الدكتور حسين فوزي في البرنامج الثاني اللي هو اسمه البرنامج الثقافي طبعا ده. طبعا يوم الجمعه الساعه 8 شرح وتحليل برنامج اسمه كده يعرض عمل موسيقي عالمي ويشرحه ويحلله وبعد كده يسمحولنا كاملا يوم الجمعه الصبح اكون قاري مقالته في الملحق الأدبي والفني بتاع الأهرام, الاهرام. طبعا الملحق الأدبي والفني ده بتاع الأهرام الحقيقة يعني في عصر هيكل ساعد في تكويننا ثقافيا وعلميا لأن كنت حسين فوزي لويس عوض يوسف إدريس زكي نجيب محمود أحيانا مقالات سليمان جميل وغيرهم فكان يعني كل يوم جمعة لازم تقرأ كل يوم جمعة الشغل بتاعك الملحق مليان فأنت لذاتك كده عبد العزيز لوحده آه مش ما حدش بيقول لك اقرا ولا حد لا لوحدي كان بيجي عندنا البيت فكنت اقراه. آه لأن حسين فوزي تعلمت منه ورباني على تذوق الموسيقى العالمية اللي هو بيسميها موسيقى الحضارة. آه اللي الناس بيعتبروها خطأ دي موسيقى خواجاتي. لا في خواجات ما يفهموهاش. فأروح الأوبرا. فطبعا ادخل ازاي؟ قعدت احاول من هنا لهنا لحد ما دخلت على خشبه المسرح فلقيت راجل طيب كده يبدو انه كده من العهد الملكي استاذ شكري راغب. طبعا. فعرف ان انا طالب معهد يبص لي كده بابتسامه وبرفق كده وبترحيب يكتب لي بون اخده والف تخش وادخل اسمع احسن الفرق العالميه. لكن بتيجي هو ما يعرفكش معرف... عرف ان انا طالب معهد طالب معهد فطالب معهد من حقه ان يتعلم ويتثقف ويسمع فكان هو يعني بيكبر في الحكايه دي ان انا م. عاوز اسمع سيمفوني مقدر الحكايه مقدر الحكايه دي فيدخلك مجانا يدخلني مجانا عشان انا طالب معهد م. سمعت بقى يعني بيتهوفن بقياده مثلا كان شعبان ابو السعد لسه جاي من موسكو م. فسمعت السيمفونيه الخامسه قيادته مم. بالاضافه بقى لمايستروهات عالميين كانوا بيجوا زائرين كانت الاوبرا دي لها سيزون يعني منظم كان هايل مم. مم. كان مديرها صالح عبدون مم. فكانت في عهد صارت عكاشة طبعا والباليهات كل هذه الاعمال الكبيره اتفرجت عليها في الاوبرا واحيانا بالنهار كنت احضر بروفات كمان اه اشوف البروفه طبعا استفيد بيسمحوا لك اه يسمحوا لي ادخل آه. واحضر البروفه كنت احضر بروفات في مسرح الازبكيه بالمناسبه يعني اللي هو المسرح القومي المسرح القومي آه. كان في مخرج روسي اسمه ليزلي بلاتون كان برضو من اعمال ثروة عكاشه الله يرحمه شيء عظيم جدا جدا في تاريخ الثقافه المصريه كان باتفاقيات بيجيب مصر ناس بتوع مسرح الفن بتاع ستانيسلافسكي فكان ليزلي بلاتون ده مخرج تلميذ احد تلاميذ ستانيسلافسكي فجابوا اخرج مسرحيه الخال فانيا انكل فانيا كنت احضر بروفات واقعد ساكت كده لدرجه ان لما البروفه تخلص وفي بريك كان الراجل ده يطلع بره المطاعم دي والقهاوي البواكي دي مم اللي في العتبه كنت افضل ماشي وراه والله الراجل يقعد يطلب حاجه وانا أخد ترابيزه قصاده واقعد ابص له منبهر بيه عايز اعرف منه حاجه يخلص يرجع يستنى في يرجع انت اقعد في الصاله شو بقى عبد الله ومحمد الدفراوي وما ما تعرفهمش سهير البابلي ما تعرفهمش مش اعرفهم بعد كده بقى زملائي آه. واسمع التوجيهات الراجل وفي مترجم ف يعني هكذا يعني تكوننا وبعد كده بقى جاء الاحتراف وللاسف قعدت سنوات طويله محمود مش عارف اتعامل بلغه الاحتراف مم. أو بأخلاق الاحتراف. تفتكر حكاية فيلم الكرنك دي عملت فيك أثر كبير؟ يعني كانت هتفرق آه. معاك كتير؟ أيوه هو ده برضو اضطراب المواعيد لأن ما فيش معايا حد ينظم لي مواعيد ولا كده يعني زي ما قال أمل دون قريشة في مهب الريح كده. أنا ارتبطت بفيلم الكرنك بس هو الذنب مش ذنب أنا. بس لأن المنتج قال لي أنت آخرك أبريل. عايزينك ابريل مم. ومضيت معاه باجر زهيد جدا يعني في وقتها يعني انت مطلوب عندنا لحد اخر ابريل فلم يصدق كنت انا ارتبطت بمسلسل اسمه ليالي الحصاد تاليف محمود دياب واخراج علويه زكي هيصور في دبي يوم 23 ستة فتخيل يوم 23 ستة جايين يدوني اوردر عشان اكمل شغلي اللي هو توقف اللي في هو في الكرنك اللي هو في الكرنك انت كنت صورت في الكرنك كنت صورت مشهدين كده مع سعاد ولا مش مع, مع معه؟ كمال الشناوي مم. ومجموعه فقلت له لا انا خلاص انا مسافر انت جاي تطلبني دلوقتي وانا مسافر عشان عمل تاني ارتبطت بيه طب انا موجود من من قبل ابريل وانت قلت لي اخرك ابريل مواعيد ايه اللي لخبطت؟ مواعيد اه نفس الشيء فدخل والله. نور الشريف اه نفس الشيء برضه فرصه كبيره ضاعت مني في مسلسل انجليزي اسمه اقدار الحرب مم. كان امام ممثله بريطانيه كبيره خدت الاوسكار اسمها ايما تومسون مم. كان بتصور هنا العمل ده والله اختاروني من حوالي 50 60 ممثل مصري تعمل دور كويس أعمل دور كويس جدا محامي سوري كانوا بيصوروا دمشق في القاهره مم. وعملت بروفات واتعرفت بيهم وقشت ملابس واكسسوارات وعملت بروفا وبروفا تانيه مع الممثله اللي تومسون ومع المخرج ودعوني على غدا عمل في مدرسه في مصر الجديده كانوا بيصوروا فيها ده كان سنه كام ده؟ كان سنه تقريبا 86 وجاني فيلم اسمه بئر الخيانه اه فيلم حلو نور الشريف وعزت العليلي وأنا <applause> فالمنتج قلت له يا أستاذ سعد أنا عندي تصوير سعد جنب ولا إيه؟ هو <applause> كان راجل معلم <تصفيق> معلم <تصفيق> سينما عارفه فأنا عندي تصوير في القلعة يوم 27 يناير الساعة 7 الصبح قال لي يا حبيبي واحنا هنقدر نقعد في اوروبا المده دي كلها احنا ما نقدرش حتى نصرف نصرف المصاريف دي كلها وهناك ثلج وموج الصقيع احنا هنصورك شويه في روما وهنصورك كمان في لندن في ترافالجر سكوير وانت بتدي نور الشريف تلقين وهنرجع بدري قبل التصوير بتاعك فرحت لقيت نفسنا يعني قاعدين مفيش حاجه في ايام ما بنشتغلش وتقريبا الاقامه ببلاش فعشان كده يعني المسائل يعني بحبحة يعني البحبحة اقامنا في الاكاديميه المصريه في روما وكان يميها الاستاذ فاروق حسني امم و... في الاكاديميه هناك في آه. سكة. و... هناك فالمسائل راح راحت وبيصور براحته في الشوارع وشويه في الـ الـ الاكاديميه نفسها وبعدين طلعنا طيران اضحكك يعني على افقر شركه طيران في العالم عشان عايز يوفر آه الشركه الاثيوبيه <applause> من روما لترانزيت ترانس فرانكفورت من فرانكفورت للندن كل ده بياخد وقت طبعا نزلنا لندن في واحد موزع هناك كان مدبر لنا إقامة برضو يعني محبة كده محبة كده ب... وبدأنا نشتغل في الشوارع فأحيانا الشرطة كانت بتعترضنا ما تصريح ما فيش تصريح مم. فلو حطيت الكاميرا على حامل يبقى أنت محترف هات ادفع هاتف... لما ال... شايلها على إيدك بس... ماشي شايلها هند يبقى ما... 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 خلاص أنت سايح فتعطلنا كذا مرة بسبب الأمور دي فلقيت نفسي داخل في المواعيد بتاعة الإنجليز يا جماعة ما ينفعش كده أنا عندي شغل مرتبط بعمل كويس قالوا لا ما ينفعش أنت معانا راكور طب أنتوا إزاي ما تحترمتوش مواعيدكم راح الفيلم آه فروحت متصل بالإنجليز بالبي بي سي المنتج قالوا لي الله أنت بتعمل إيه هنا قلت لهم أنا بعمل فيلم مصر هنا قالوا طب لو جبنا لك تذكرة ترجع القاهرة قلت لهم أرجع فين التذكرة؟ قعدت ادور اوصل لهم ازاي او يوصلوا لي ازاي؟ الزي... لأن طول النهار بلف في الشوارع بصور انا وسعيد شيمي وعلي عبد الخالق سعيد شيمي مصور كبير جدا اه طبعا بقى. الله يصبحه يعني ف وكان لولا هو ما فيلم الفيلم ده تم لانه مم. بارع في التصوير هاند سعيد أل... طبعا طبعا ف عطت لهم عنوان كده حطوا لي فيه التذكره وفي واحد جابها لي قلت لهم التذكرة اهي أنا لازم أسافر فعملوا مجلس عرفي كده وفي عزت العلايلي فبصفته أكبرنا يعني حكم الأستاذ عزة إن أنا ما تسافرش أستمر معاهم لحد ما أخلص وما سافرش وقال لي إيه يعني فيلم أجنبي وأنا أنا مرة جاني فيلم أجنبي اسمه ما أعرفش إيه ورد النيل ولا ما أعرفش إيه وما ورفضته يعني إيه يعني أنت معانا هنا وبدأت يبقى لازم تكمل خلاص اه والله راحت عليا الفرصه دي كانت فرصه كبيره يعني مم. ايه الفرص كمان اللي انت بتقعد تفكر فيها وتحس ان انت كنت يعني مش موفق فيها؟ هي الفرصه دي بتاعت المسلسل البريطاني ده امم و مش فاكر كان في حاجات برضه كده وحياتك الشخصيه بقى حياتي الشخصيه يعني أنا صادق في يعني في تعاملاتي مع طبعاً أول ما اتجوزت اتجوزت طبعاً آه الفنانة العزيزة منحة البطراوي وأنا عندي أولادي يعني عايش بيهم وعايش لهم وعندي مريم مريم دي بنته كبيرة من منحة آه البطراوي دخلت معهد السينما وتخرجت منه وعندي بقى عندك أربعة علي, علي الدين صلاح الدين علي الدين وصلاح الدين وبعدين في علياء وعصماء عليها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعصماء كلية السياحة والفنادق وبيدرسوا كلهم في اسكندرية والحمد لله يعني ايه تأثير حياتك الشخصية على عبد العزيز مخيون الفنان؟ آه يعني خلت اختياراتي يكون فيها حرص وحذر شويه مم. لان انا انتمي الى عائله يعني عائلة عربية وهذه العائلة تنتمي إلى قبيلة عربية كبيرة اسمها قبيلة الجماعات قبيلة الجماعات دي من الجزيرة؟ نعم؟ من الجزيرة ولا منين؟ لا القبيلة دي أصولها من القبائل العربية اللي جت من الجزيرة اه يعني هي يقال يعني في علم الأنساب هي فخذ من فزارة تمام العرب ايوه قبيله فزاره مم. واستقروا في مصر وليبيا مم. ويقال ان لهم امتداد ناحيه المغرب اه يبقى فيهم جزء امازيغ برضو آه. وموجودين مزيغ. بيوت منهم موجوده في الصعيد مم. وفي المنيا وفي الفيوم وفي البحيره كلها منهم مم. ثم الصحراء الغربيه كلها مليانه من قبائل الجماعات Aiz mai. Tai. بقى لشخصيات في حياتك آه، مصطفى أمين طه آه، السماحي آه. آه، وهكذا شخصيات أثرت آه، في حياتك وشخصيات أنت قدمتها أثرت في الناس وعملت حاجات حلوة جدا والأستاذ مصطفى أمين كانت معرفتي بيه معرفة عابرة وعبد الوهاب كمان اه وعبد الوهاب آه. فالأستاذ مصطفى أمين كان ليه عم اللي انا وسام على اسمه عبد عزيز مخيو أبو عزيز كان بيربيني يعني ده كان نائب النواب نواب مجلس قبل الثوره ايوه لا قبل الثوره وبعد الثوره وبعد الثوره كان في مجلس الامه مم وكان رجل فاضل يعني مثلا هو اللي طبع ديوان عبد الرحمن شكري الشاعر الكبير طبعا في مدرسه الديوان طبعا طبعه على حسابه لانه كان استاذه وعمي ده هو اللي عرفني بتوفيق الحكيم لانه كان زميله في الثانوي خدني توفيق الحكيم في بيترو في اسكندريه وكان نجيب محفوظ قاعد ده قعدته كانت مزاج نجيب توفيق في اسكندريه يقعد في بيترو اسكندريه فقدمني لهم مم. هذا الرجل كان بيقرا دايما الصحافه اللبنانيه فهو بيقرا في مجله لبناني وقع نظره على خبر ان مصطفى امين نقلوه القصر العيني مم. فطبق المجله وقال لي تعرف تروح القصر العيني عمبر 19 تودي رسالة للأستاذ مصطفى أمين قلت له أروح قال لي طيب راح كاتب شيك أنا ما أعرفش الشيك ده فيه كام وحطه في ظرف وقفله وقال لي ودي ده للأستاذ مصطفى أمين جيت القاهرة كنا في اسكندرية جيت القاهرة فضلت أبص وأتسلل وأحاول يعني أعمل محاولات لحد ما وصلت عمبر 19 فلقيت واحد حارس عسكري قاعد فقلت له انا عايز الاستاذ مصطفى امين كنت معروف بقى انت؟ ما لا ما كنتش معروف. معروف لسه يعني صغير <applause> فبطريقه او باخرى دخلني على الاستاذ مصطفى امين كان بيتناول طعام الغذاء والاكل كده يعني بيبلع لسه الاكل فكان مندهش قوي فسلم عليا وضخم قوي بص لي يا ابني في قلت له اتفضل عشان ابدد التساؤلات اللي في وشه الدهشه و... بتاعته دي فتح الراجل الحارس قاعد يراقب طلع الجواب وبعدين الشيك قعد يقرا بدا يبان التاثر على وشه بص يقول للحارس معرفه من سنه 48 والله هو مصطفى مصطفى مين بيقول العسكري يقول للحارس او شاور على الجواب معرفه من سنه 48 شايف الناس شايف الناس وبعدين بص كده وقرا الجواب طبق الجواب وراح حاطط الشيك في الظرف وقال اتفضل يا ابني اشكر لي عبد العزيز بيه وقول له انا كاني تقاضيت المبلغ ده وانا متشكر قوي قوي لي عليه يعني سعيده بالجواب بالفكره بس جدا يعني, يعني بتكلم كتير على الوفاء يعني والاخلاص وكده فنزلت من عنده بفتح لقيت الشيك بمبلغ 500 جنيه يصرف لامر حامله اه عشان اي حد يصرفه اي حد يصرفه يعني انا ممكن اصرفه اه وتنام عليه اه وبعدين كان ملموم عليا شويه عيال يعني آه يطيرون في كن... ليله كن... كن صغيرين اه, آه, آه. عيال كده عايزين يعني يدخلوا للصحف ويمارسوا الصحافه وال... والشعر وما اعرفش ايه قالوا ايه مصطفى مين ده راجعي وعنده قضيه و... هم عيال بقى يسار ده راجل راجعي و خد <applause> ال ايه؟ 500 جنيه ايه يعني ال 500 جنيه كان المبلغ ده يعني 500000 جنيه دلوقتي, <تصفيق> دلوقتي <تصفيق> حاجه زي كده يعني خده عشان نبسط احنا ونسافر اسكندريه وبتاع وصرف وعمك مش هيعرف مم. انت من تسلمت ما انت الجواب اه قلت له لا ما ينفعش ما اعملش كده انا مم. انا ما اعملش كده امم اتحكمت في نفسي و... و... ورجعت له الجواب قلت له استاذ مصطفى امين بس دي المره اللي شفت فيها مصطفى امين اه بعد كده بقى ودي اللي زعلان منها مم. انا رايح اخبار اليوم عشان اقابل نبيل بدران مم. لقيت مصطفى امين نازل كان طلع بقى من السجن مم. ورجع مكانه اه و... ورجع مكانه بقى آه منه... كله منه لما كده فانا طالع فلفت نظره فراح لافف بصيل لي فللاسف انا لم اتوقف عشان اسلم عليه ما توقف انت اللي ما وقفتش اه بقى يعني كسفت كسفت لان حواليه لمه جامده وانا طالع كده كنت بعمل مسرحيه بخرجها بعت له دم. دعوه اه بعت اعتذار اه يعني دم اه قال لي ما اقدرش أسحر وكده يعني ده الاستاذ مصطفى امين عبد الوهاب بقى محمد عبد الوهاب كان في مسلسل اسمه امير الشعراء تاليف الاستاذ كمال اسماعيل مدير اذاعه صوت العرب كويس. والمسلسل كان طبعاً عن أحمد شوقي إخراجه الأستاذ إبراهيم الصحن والمسلسل إنتاج التلفزيون المصري بالاشتراك مع تلفزيون قطر مم. كان بتعمل سنة تقريباً 84 فاختاروني عشان أعمل دور عبد الوهاب في ثلاث حلقات فقط فاهتميت نزلت أدور على الملابس في المخازن بتاعت مع ثلاث حلقات ثلاث حلقات بس اهتميت جامد جداً لان كان ناس كتير يقولوا لي اول مره بقى تعمل الشخصيه أول, اول مره اول مره مم. لان كان ناس كتير يقولوا لي انت شبه عبد الوهاب فانا بحسبهم يعني بيهزروا او ينكتوا معايا او كده الى ان شفت فيلم فعلا بيتعرض كده الظهر في التلفزيون فوقفت لقيت فعلا في ملمح كده فبدات ايه اهتم بالشخصيه عشان فيه قرب في الشبه يبقى لو عملته هيبقى يعني تقمص كويس يعني وحاولت اجيب ملابس نزلت مخزن التلفزيون في الدور الارضي في البدروم ملابس متكدسه على بعضها ومتشونة بطريقه يعني سيئه جدا جدا فطلعت بدلتين بالعافيه ووديتهم الكوي والحاجات دي والقمصان من عندي والكرافطات من عندي والطربوش طبعا من عندهم وانا بشتغل حسيت ان انا عاوز اعرف معلومات مين هيديني المعلومات الشخصيه عبد الرهاب عبد موجود اي موجود فطلبته على التليفون الارضي فبالمصادفه البحث هو رد عليا فاندهش قال ايه ده انت بتعملوا حاجه عني من غير ما حد يقول لي انت مين قلت له يا فندم انا عبد مخون انا ممثل وبمثل شخصيه حضرتك في مسلسل اسمه امير الشعراء الامير الشعراء يعني عن شوقي بيه قلت له ايوه قالت ازاي تعملوا عني عمل من غير ما حد يقول لي؟ قلت له يا فندم انا محتاج بس اعرف منك، قال لا انا اسف ما انا مش فاضي. انا عندي حاجه للاذاعه بعملها فمش فاضي اقابل حد. طب شكرا يا فندم، تحطيت السماعه واحنا بنشتغل جاني مشهد عبد الوهاب هيغني في فرح ابن احمد شوقي في حفله. طب انا عايز اعرف بقى هيغني وهو ماسك العود ازاي؟ لو واقف العود هيزحلق ما, ما ينفعش طيب حال... لازم يحط رجله على كرسي لازم يحط رجله كده ويقعد يمسك العود و... لا على كرسي اه اه فدي بس عندك ال... مشكله فنيه الحته الصغيره دي خلتني احاول اكلمه تاني كلمته تاني رحت تاني فتقريبا مش فاكر رد عليا واحده ست او هو اللي رد حاجات قديمه قوي المهم عاد لي برضه الجمله انتوا ازاي تعملوا عمل عني من غير ما حد يبلغني قلت له يا فندم هو العمل مش عن حضرتك العمل عن الامير الشعراء احمد شوقي وانا بس محتاج اعرف من حضرتك في فرح ابن احمد شوقي حضرتك وقفت ازاي وغنيت ازاي فزي ما تقول انا قعدت لذكرى عمرها يطلع 30 سنه فسكت شويه كده وقال اه فرح علي اه طيب آه تعالالي لي خمسه شارع الفردوس الساعه واحده <applause> أيوه فردوث ايوه فردوس فرحت له فعلا الساعة واحدة وكان مايو ولابس كرفطة وأنا ما بحبش آه والحر رحت متطقم يعني طقم بقى ورحت له وفتحت لي واحدة لابسة يونيفورم كده خدتني من صالون لصالون لصالون بقى لقيت تابلوه كده صورة نهل القدسي تابلوه حلو عامله بيكار يا سلام وهنا كده على النيل على طول كده على يمين النيل <applause> <applause> وقعدت دخل الاستاذ عبد الوهاب لابس روب حرير روب دشامر وداخل ودخل يعني ايه خطوه وايده كده وقصيره عشان مش لابس النضاره فسلمت <applause> عليه وقعد قال لي ايوه يا سيدي عاوز تعرف انا كنت بعمل ايه انا وشوقي بيه قلت له ايوه يا فندم انا معايا النص اهو رحت فاتح على طول وبقرا اول مشهد قال لا 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 الاغنيه دي غلط الاغنيه دي دي ما غنيتهاش انا في المناسبه دي انا غنيت اغنيه كذا وكان قاعده كان في السيده روزا اليوسف وكان في عبد القادر المزني فرحت كاتب الغريب بقى ان هم ما خدوش بالملحوظات دي خالص آه. <applause> عملوا اللي في <بتنغل> دماغهم برضه <تصفيق> برضه <applause> <متصفيق> <خلص> وبعدين قال لي في فرح علي آه أنا جبت جبت كرسي وحطيت رجل على الكرسي وسندت. وغنيت. على الطريقة دي كده كده. أغنية دار البشاير مجلسنا مش عارف إيه مؤنسنا أغنية مشهورة هو غناها في الفرح ده. وبعدين قاعد يحكي لي انفتح بقى وقعد يحكي لي عن علاقته بشوقي بيه. فحقيقة أنا ما شفتش علاقة بين اتنين فنانين بهذا الشكل. حب وانصهار نفسي غريب. اه لا اصل كانوا ما تقدرش من اثنين فنانين كان في رعايه. اه كان في رعايه. شوقي كان كبير وراعى الصوت ده يعني. وحب شديد جدا لشوقي بيه. يعني ظاهر في وهو بيحكي. قال لي شوقي بيه وهو بيموت نده على السكرتير بتاعه كان اسمه حسين واحنا كنا نقول له حسين كوشه. كوشه. ايوه ouais. وند شفته كده حسين كوشه. قال له سلموا لي على محمد ومات يا سلام اه والله <applause> قال لي كده من 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 بق عبد الوهاب يعني <applause> فكان لاحظت يعني ايه حب شديد جدا جدا آه وعلاقه فعلا تنتج فن <applause> يعني إن وصلني ان <applause> هذه العلاقه لازم تنتج فن رفيع كمان صحيح وبعدين قال لي انت بقى ايه انت مين بقى اه فقلت له يا فندم انا ممثل واتخرجت و... و... اتخرجت معهد فنون مسرحيه ودرست درست باريس قال لي اه باريس باريس حلوه قلت له اه طبعا هو هو يحب كده كل كل سنه في هو يحب باريس كل يعني الصيف في باريس اه اتكلم معاه فعمل كده فجات فجت الست قال لي هات النضاره فجابته النضاره لبس النضاره ما كانش شايفك قبل كده ما <applause> لما لبس النضاره قال لي هو انت فيك ملامح مني؟ فقلت له يا فندم بيقولوا كده عشان كده موزعين عليها الشخصية دي قال لي طيب بقى راعي انك تكون في القيافة الكاملة كلمة القيافة دي كلمة تركي تقريبا يعني الكرفطة شياكة ليه شياكة يعني عبد الله كان شيك قوي قوي من هو صغير الكرفطة عقدتها تبقى لا هي كبيرة ولا هي صغيرة متوسطنة والطربوش تعوجه على الشمال تروح حاضر يا فندم قال لي عندك ملابس؟ فانا اتكسفت اقول له تلفزيون فقران ومفيش ملابس وملابس طلعتها كلها هديك بدله أه من كلها تراب <applause> واتكسفت أه قالوا لي كنت اقول له اه كنت هتاخد بدله من عنده أه قلت له يا فندم عندي اتصرفت أه انا جبت من التلفزيون قال لي طيب تكون في القيافه الكامله تمام يا فندم والله وصلني لحد الباب أه. سلمت عليه السلام عليكم الدور نجح قوي 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 لدرجه ما هو ما كلمكش بعديه ولا شفته ولا حاجه قالوا لي تعالى ونوديك وانت لابس الطربوش والنضاره مم. دي ونصورك معاه وهو بيحب الصحافه وبيحب الاعلام صحيح هو فعلا كده صحيح. صحيح صحيح انا دايما كان عندي حاجات تخليني احب ان انا اطلع بره القاهره ما كنتش احب اقعد في القاهره اروح فسح اصطاد اعمل سفاري بتاع اه عبد العزيز يحب السفاري ويحب يقعد في الفيوم وقعد ضيّع من سنين من حياته هو الحقيقه مش ضيعها ترك لنا مثل يعني ان هو كان بيجاهد يعني على بحيره قارون اه ما كنتش بسعى يعني المهم يعني بس كنت آه بتروح تعيش هناك فتره اه قابلني بالصدفه الاستاذ يوسف جوهر آه طبعا فقال لي يا ابني والله انبسطنا جدا من الشخصيه اللي انت اديتها في امير الشعراء ودورنا في اللوائح ان في جايزه ولا حاجه نديها لك ما لقيناش يا سلام اه والله بعديها بقى جت ادوار عبد الوهاب اخرى في عملت كذا دور ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة دخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور الكلمة نور وبعض الكلمات قبور بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري الكلمه فرقان بين نبي وبغي بالكلمه تنكشف الغمه الكلمه نور ودليل تتبعه الامه عيسى ما كان سوى كلمه اضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم الكلمه زلزله الظالم الكلمه حصن الحريه إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة شرف الله هو الكلمة أنت ليك تجربة مهمة هي تجربة المسرح الريفي اه يعني أنت حاولت ترجع بحمص وانت اه وأنت مسرح من من الطينة من أيوه الطن والناس أيوه هي دي متأثرا بما قرأته في مجلة الكاتب كان في ثلاث مقالات مهمين جدا كتبهم يوسف ادريس نحو مسرح مصري. دول حسسوني بغربه بغرب المسرح في المدينه في القاهره. وان المسرح جذوره في الريف او في الاحياء الشعبيه. فعلى المسرحيين ان يروحوا هناك يبحثوا ايه الصيغه او ايه الفورم المسرحي اللي يطلع من الممارسه مع الناس. وايضا الدكتور علي الراعي طبعا استاذ كتاباته مم. يعني اثرت فيا فاخدت المساله بجد وبصدق وانا اصلا من من هناك واحب ابقى متواجد في وسط الناس ونزلت عشان اجرب مع الناس فاصطدمت بالبيروقراطيه بتاعت الثقافه الجماهيريه والموظفين لازم يكون معايا نص طب النص ده انت بتفرض عليا شكل لا انا عاوز اجرب تاخد نص من الشارع كده؟ في المفتوح آه ونشوف هيطلع ايه فلازم يكون فيه نص فاخترت الصفقه لتوفيق الحكيم واشتغلت عليها مع الناس وهم برضو اعترضوا لان سميتها صفقه توفيق الحكيم كما يراها فلاح قريه زكافندي قريه اسمها كده اعترضوا شويه انا يعني بس قدرنا ايه نعدل الموضوع واشتغلت على المسرحيه دي مع الفلاحين وبسببها خلاص مسموح لي اشتغل اشتغلت عروض اخرى يعني مخلقه او مصنوعه مع الناس عرض عن الانتخابات عرض عن توزيع الدقيق في الوحده المجمعه المشاكل بتاعتهم الدقيق اللي ب ب ب جاي من منظمه اليونيسف بيروح هناك في ال في الوحده المجمعه والموظفين بيسرقوه المفروض ده بيتوزع للنسوان الغلابه الحوامل او حاجات زي كده اخترنا الموضوعين دول اللي هم يعني بيمسوا حياه الناس بشكل مباشر مسرحيه عملناها على الانتخابات مسرحيه عن الدقيق وسرقه الدقيق والناس نفسهم هم اللي كانوا بيشتغلوا كان معايا عربجي فلاحين ثلاثه اربعه موظف في الوحده المجمعه فراش بيعملوا مسرح بيعملوا مسرح فضلت شغال معاهم حوالي سنتين او حاجه كده وانا اعاني من بتوع الثقافه الجماهيريه مش عايزيني انزل الحقل ده اشتغل كان الشغل في حقل جنب ساقيه كده ازاي تسيب بيت الثقافه وتنزل المكان ده بيت الثقافة ايه يا عم دي شقه في مساكن شعبيه عباره عن اوضه وده بيت ثقافه فين المسرح مفيش مسرح المهم عملت التجربه واتعرضت في 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 الجرن وعملتها بصعوبه شديده جدا وراح الاهالي راحوا اتفرجوا اه والاهالي يتفرجوا وجوم بقى زملائنا الصحفيين كانوا بيشجعوا ده وحضروا وشافوا منهم اللي عايش ومنهم اللي ميت الله يرحمه زي الاستاذ محمد صدقي بتاع الجمهوريه كتب كويس جدا و يعني عدد بس ما استمرتش التجربه وزينب جسد. منتصر وعدد كبير من من الصحفيين جم حضروا العرض ده كان مبهر يعني الاف الفلاحين بيتفرجوا على نفسهم مم. وبعدين دعوهم هنا جم مسرح السامر عرضوا مره وبعدين جات لهم دعوه فرنسا عطلها واحد من وكلاء وزاره الثقافه للاسف يعني هو فاكر اسمه آه. مش عايز كتبت يقول اسمه. كتاب انا عن التجربه دي مش عايز يقول اسمه قالوا لي قبل التسجيل لا ما <applause> <مش عايز. تصفيق> لي انا فاكر اسمه بس <applause> كتبت كتاب انا عن التجربه دي <applause> بعنوان يوميات مخرج مسرحي في قريه مصريه <applause> ونشرته ما, في ما انا قلت له احنا قلنا في الحوار ان انت كتبت ليك نشاط صحفي معروف يعني طيب احمد زكي <applause> الله يرحمه احمد كان بعدية بعد السنوات سنتين حاجه زي كده او ثلاثه مش فاكر بس انا حسيت ان هو يعني مختلف مش زي دول الباحثين عن فرصه متعجلين مستنين ان عايزين ينهشوا لا هو ما كانش كده احمد زكي حسيت كده إنه هو ابن ريف أصيل وجواه طاقة وطاقة أحاسيس فكنا بنلتقي دايماً في محل في وسط البلد م. نشرب قهوة الصبح وبحاول إن أنا إيه ألاقيه في فيلم ولا حاجة لسه المحل محل كان مشهور وبيقعد فيه كل الناس اللي هم يعني فنانين وعندهم قدر كبير من الثقافة آه وكنا ساعات نلاقي صلاح وسيب برضو اه طبعاً أرحمه. فبدأت أبحث عن أعماله خد فرصة هنا اروح اتفرج فيعني ايه كان واصل لي احمد بس مش صحاب صحاب بس زمايل يعني زمايل بس, بس قريبين من بعض وحاسس ان انا حاسس بيه وهو برضه يعني شايفني بنفس يعني على نفس الموجة يعني إلى أن جاءت فرصة فيلم الهروب مم. فالفيلم ده كان فيه ممثل اخر غيري يعني في لانه هم طلبوني متاخر يعني طلبوني والكاميرا دايره بيصوروا فخدت السيناريو والله قريته في قاعدة واحده ودي علمتني ازاي يعني لما يكون سيناريو كويس ما تركنوش يعني تقراه على طول كان مكتوب بشكل جيد جدا يعني طبعًا ويعني السيناريو ده يعني صادق لانه في جزء كبير من الواقع يعني صحيح, يعني في حادثه حصلت فعلا هي مجسده في السيناريو ده فاشتغلت كان في تعاون بيننا مصطفى نعم مصطفى مصطفى و حد والحقيقه برضه بشير الديك كان بشير ليه بشير كان ليه دور في الموضوع اه ف... بشير الديك طبعا من كتاب السيناريو المهرة دي ميزه او فايده ان يكون في ممثلين قريبين من بعض ويكون على نفس الموجة فكنا متعاونين جدا يعني أنا وأحمد يعني زي ما تقول لما الكاميرا تدور وهو كده وأنا كده يبقى فيه أخذ وعطاء على طول على طول لما يبقى فيه أخذ وعطاء المتفرج بيحسها صحيح فكنا متعاونين قوي مع بعض والمخرج طبعا اتاح لنا الفرصه دي عاطف الله يرحمه عاطف سلام. فعشان كده يعني ايه طلع العمل ده بشكل جيد جدا يعني وانا خدت فيه جايزه برضه بلا وسطه بلا اتصال بلا حاجه جايزه لجنه التحكيم الخاصه في المهرجان القومي الاول للافلام الروائيه كنت جاي من الفيوم وكنت بوصلاه سمك وهدومي كان محتاجه وبعدين استلمت بيهم الجايزه انا كنت جاي من الفيوم والمهرجان شغال فوصلت البيت في وسط البلد تقريبا قبل المهرجان بساعه حاجه زي كده وهدومي محتاسه طينه من صيد السمك وبتاع. وبعدين قلت ايه؟ ما تروح ياد للمهرجان ده. ما انا عارف ان فيه الهروب بتعرض فقلبي حاسس كده ان هو يعني هيقدره اللي احنا عملناه. فدخلت غيرته بسرعه ورحت طالع الاوبرا. ما قعدتش تحت في الحته اللي فيها العدسات والفلاشات. فوق. كالعاده يعني قعدت فوق. لقيت قدامي الملك احمد فؤاد. آه. كان قاعد كان م. كان مدعو. م. في البنوار اللي فوقهم. بعدين بيفتحوا الظروف الاستاذ صلاح الفقار الله يرحمه نادى قال جائزه لجنه التحكيم الخاصه عن دوره في فيلم الهروب فلان الفلاني اللي هو العبد مم. لله. مم. فقعدوا يدوروا علي عشان الوزير ما يوقفش. قالوا لي قوم قوم سحبني من فوق منزليني تحت سلمت وخدت الجائزه وحييت الناس فاحمد بقى الله يرحمه كان يهزر معايا واحنا قاعدين عند علي فضرخان بنحكي ونتكلم يقول ايوه اخويا ايوه اخويا <applause> <applause> وبعدين <تصفيق> اخنتون يا اخويا اخنتون <تصفيق> 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 الله يرحمه احمد <applause> هو خد جايزه برضه في نفس الفيلم طبعا خد جايزه احسن ممثل اه بعديها التقينا في فيلم حسن اللول ده صورنا كله بورسعيد مع شيرين رضا. رضا اه مم. عملنا كله بورسعيد مم. ولم تمهلنا الايام بقى يعني وعلى المستوى الانساني بقى كانت علاقتك ايه باحمد زكي؟ يعني مفتوح يعني احنا اصدقاء مفيش فيش تكلف مم. غيره ممكن كده آه. ايوه غيره من الـ من الـ الذين يسمونا بالنجوم وانا ما بحبش التسميه دي تحس ان في حاجز في تكلف لكن احمد لا يا عبد العزيز انتوا في زمن كنت بتخش الاوبرا تسمع السيمفونيات ببلاش اه ويعني المجتمع بيشجعك على انك تعمل ثقافه وحاجات زي كده وبتاع دلوقتي الجيل اللي جاي ده هيقرا فين في ملحق الاهرام ولا هيقرا لمين ولا هيعمل ايه؟ والله كل جيل بيدور على ادواته ويشوف احنا نتمنى ان هم يعني يلاقوا بدائل و وعمليه التثقيف الذاتي دي يعني تنمو عندهم لانه استحاله ان الجهل هو اللي يسود عايز اقول لك احمد زكي الله يرحمه تعرض لصدمات زي انا ما تعرضت اه خبر ابيض يعني انا تعرضت لصدمه في بدايه حياتي ان انا خدت بطوله فيلم اسمه موسيقى وحب وجاسوسيه انتاج المؤسسه كان اخراج نور الدمرداش بعد ما صورت ثلاث ايام استغنوا عني وجاب ممثل تاني فالصدمات دي كانت كفيله انها له تخلص على الممثل واحمد كان في واحمد كده برضه احمد كان في, أحمد أحمد كان في آه. بس احنا الحمد لله تجاوزنا الصدمه دي م. ازاي الواحد بيقدر يتجاوز صدماته؟ ده ربنا بقى اللي بيصنع الشخصيه اللي هي تقدر تتجاوز الصدمات عايزه قوه اراده وعايزه واحد يعني ينظر للامام ولا ينظر الى الخلف م. يعني أنا كان معايا مسلسل القاهرة والناس برضو ثلاث <تلت> حلقات الأولى مم. دور نور برضو؟ دور نور آه. دور عادل مم. وبعدين حسيت أن نور بيقعد مع فاضل و... ونور كان دفعتي وكنا بنعمل نفس الأدوار وبنمتحن بيها في نفس المعهد مم. فأنا كنت حساس قوي لنفسي كممثل والم... والممثل عبارة عن كيان يعني هو كيان إنساني يعني مثلا الرسام بيرسم لوحه ويروح يبعت اللوحه او يودي اللوحه الموسيقي يعني لكن احنا كممثلين انت بتبدع بجسدك وبكيانك فانا حساس جدا لكياني الانساني فمش عايز المخرج يقول لي انت مرفوض فحسيت ان انا هأُرفض فقبل ما حد يقول لي انت مرفوض اتفضل يا استاذ فاضل ثلاث حلقات اهم لو هو عايزني بقى يقول لي انت ايه بترجعهم ليه؟ لا ده هو خدهم. انت كنت قريتهم بس. كنت قريتهم ومرشح للدور. امم بس وبقى كمان حسيت بقى ان فاضل ميال لنور. ايوه قبل ما يقول لي هاتهم قلت له خدهم وبعد ذلك قبلت ان انا اعمل دور ثانوي في المسلسل ده. امم. وبس كنت متالم وانا بشتغل. متضايق. اه عملت الدور وكان دور يعني المشاهد اللي ظهر فيها كان لطيف وعدت وعد <applause> آه. آه،, آه، انت قلت دلوقتي جمله ان الواحد يبص قدامه وما يبصش وراه أيوه. بص قدامك انت بتشوف ايه دلوقتي بعد المشوار آه ما عدى مراحل كتير ليا انا امال ليا انا مستقبلي انا ايوه <applause> 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 بقول ايه اخناتون ولا كان ايه ايوه اخناتون <applause> اخناتون <applause> ايوه يعني أتمنى إن أنا أعطي الذي لم أستطع أن أعطيه. وهو؟ الإبداع والأفكار وأنت قاعد في أبو حمص يعني يعني آه لا أبو حمص هي أرض مصر برضو والتليفونات أهي والاتصالات موجودة مم بس آه يعني الواحد يتمنى إن كان يحقق مسرح كنت نفسي أعمل مسرح أنا تربينا على المسرح العالمي تعلمناه واحنا في المعهد كنا متدرب على مسرحيات من الادب العالمي فكان نفسي ان انا لما اتخرج امثل في هذه الاعمال او اخرجها اقدمها للناس وهذا ما لم نتمكن منه <applause> طب لو حد سال من جمهورنا دلوقتي ليه انت قاعد في حمص رغم ان عندك بيت هنا في زي في الاشجار ما حصلش الفه بقى بينه وبين القاهره ليه دي لأن مرتين يحصل معاه موقف اشرح لي دي ايه؟ هقول لك ما عرفش حاجات نفسيه بقى اللي يفهموها بتوع التحليل النفسي وأنا نازل من مصر الجديده أول ما جيت القاهره دي بقيت أفزع من حوادث السيارات وأفزع من الجثه اللي مرميه ومتغطيه بورق جرايد دي عملت لي صدمه عاطفيه الحكايه دي في كذا مره شفتها في ميدان التحرير المدخل بتاع الاتوبيس ده يجري وقع ليا وماتت غطوها بالجرايد في شارع رمسيس شفت حادثه زي دي جثث كتير متغطيه بالجرايد تكرر المشهد ده ما عداش كده بالساهل اتحفر جوايا مره راجع من المسرح بالليل وعندي منشيه الصدر كنت باخد المترو لقيت لمه وزحمه وبتاع فلقيت واحد مش عايز احكي مناظر مؤلمه يعني واحد رجله كانت اتقطعت تكرار هذه الحوادث خلى فيه يعني فجوه كده او بينه وبين القاهره أه لما نقلت أه ببحث انا عن الانطلاق سبت القاهره وجيت أه 6 اكتوبر دعوني مره في نقاب الصحفيين عشان كان فيه حاجه تخص ناديه لطفي فنزلت خدت ساعتين عشان اوصل من من ايوه ما اعرفش كان ايه السبب يعني, يعني ما لقيتها بتتكرر كتير فمره ما عرفتش ارجع قلت طب مش كان في ندوه عن مسلسل في احدى الصحف اظن في المهندسين مش فاكر يوم السابع ولا ايه ما عرفتش اوصل فقلت رجعت بقى عايز اروح ما عرفتش ارجع فتصدق رجعت من هنا محمود لفيت من على الطريق الصحراوي ومشيت في اتجاه اسكندريه ودخلت من مدخل 6 اكتوبر اللي على الطريق الصحراوي فلقيت الحياه في القاهره بقت فيها تلوث وفيها صعوبه ما فيهاش شيء جميل فعشان كده لقيت نفسي كنت كمان بهرب كتير اروح الفيوم اروح زي. الريف و... يعني نفسيا مش متالف مع مع المدينه وتلاقيني دايما كده يجيني افكار كده يعني قول لي قول لي قول شطحات كده قول يعني ساعات كده الواحد يفكر ان المدن الكبرى الرهيبه دي اللي بتفترس الانسان اللي الانسان فيها ضئيل قوي قوي واللي عملتها الصناعه البشريه بتهضم انتاجها وتفرزه وتطلع انتاج جديد فانا بقول ان هيجي عصر الإنسانية ترجع تاني لعهد المدن الصغرى كان في مدن صغرى وكان فيها حضارات مم. في الحضارة اليونانية القديمة الحضارة مم. المصرية القديمة مم. دي كلها كانت مدن صغرى كان عدد السكان قليل أيوة ما هو هو هيفضل إمتى لحد إمتى هيفضل فيه انفجار سكاني لابد هيحصل في وقت أنا ما أعرفوش عدد السكان هينخفض وهتبقى يعود الإنسان إلى عهد المدن الصغرى اللي الانسان يجد فيها نفسه يعني انت لما بتقعد في حمص ما عايز تيجي القاهره الا اذا كان عندك شغل اه انت مبسوط بس بعد طب بس ولادك علي وصلاح والبنتين بيعملوا فيك ايه؟ بيروح اسكندريه في ابو لا بروح اسكندريه ويشوفوا افلام في اسكندريه و... اسكندريه ضاحيه بالنسبه لنا اسكندريه بالنسبة ساعه الا ربع من, من, اه يعني ضاحيه بيروحوا اسكندريه حلوه و... ودمها خفيف مم. انا بس اللي بيحزنني ان احيانا يكون فيه وفاه ولا من زملائي وكده ما اعرفش اشارك غصبا عني يعني ما بتقدرش تيجي ها؟ ما بتقدرش تيجي ما بقدرش اجي طب بتقضي يومك ازاي هناك؟ بقضي يومي ان انا بتجول اقعد اقرا امشي كده امشي كده ما اتجوزتش؟ لا ما اتجوزتش و والقراءة انت قاعد مع ب... الاولاد؟ قاعد مع الاولاد ومشاهده بعض برامج التلفزيون وساعات استماع للموسيقى ساعات يجيني كتاب كويس اقعد اقراه زي اخر كتاب قريته بتاع توماس راسل ده كتاب جميل جدا ايه انواع واحد لتوماس آه الراجل اللي هو كان حكم دار القاهره وكان أيوة هو أيوة مش... مشهور ب... مشهور براس بأ... الباشا مذكرات راس اه الكتاب ده جميل جدا لفت أيوة نظري صحيح أنا لانه لي. من وجهه نظر واحد اجنبي صحيح بس اجنبي بيحب مصر وعاش فيها عاش... في, عاش في المجتمعات في التحتيه كمان مم. فعشان كده انبهرت بالكتاب ده او لو صحيح. كتاب زي ده, ده بياخد وقتي واقعد اقراه وارجع اقرا فيه تاني مم. افتح فصول تانية كده في أكل احنا كنا عليك. جايبين لك كمان عشان تستدعي الذكريات ما هو للاسف هي آه مش مظبوطه اكتب لنا بيها الحلقه بقى كده هو لك مش مظبوطه هو له هي, لك هي لك مش مظبوطه سنه ما لعبش على الكمانجه الاوتار بس هو بيقول لك ان هو قاعد يتعلم ازاي يمسكها ايوه بس على الاوتار لازم تتظبط على بيانو اه بص بقى امسك كويس والله ولا احمد الحفناوي زمان انت شبه الحفناوي برضه شويه لا الحفناوي إيه؟ الله يرحمه كان عازف قدير بس كان بيعزف آه عربي اه انا اتعلمت افرنجي اللي هو البوزوسيون الاولاني صول سيدوري مي فاصول سيدوري هنختم بقى مش كده هم هم كانوا بيعزفوا عربي السهرة الحلوه دي <تصفيق> 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 بس هي مش مظبوطة <applause> 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 الاوتار لازم بس شكلك ما عملت الاوز كده يا معلم يعني لازم لازم تتشد على اعمل لنا الاوز ده تاني حلو في الشوط كان حلو هيقول اهو <applause> لازم تتظبط لازم تتشد على البيانو <applause>